أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. نقرأ في الزمان: انسحاب سرايا السلام بعد انتشارها في 3 محافظات. في يقين للأنباء: نائب البرلمان أجل مطالب الشعب والحديث عن لجنة تعديل الدستور كذب. في عربي 21: الشيوخ صوت بالأغلبية على إجراء محاكمة كاملة لترامب. في القدس العربي: منظمة الصحة العالمية تحذر من إهمال دراسة مرض كوفيد طويل الأمد. في العرب اللندنية: إدارة بايدن تعيد شعار مصلحة أمريكا أولا في سوريا. في الشرق الأوسط: حماس وفتح تتفقان على آليات إجراء الانتخابات الفلسطينية. وفي نيويورك تايمز: محامي مقرب من ترامب حاول الحصول على عفو عن جورج نادر واقترح ترحيله للإمارات. أهلا بكم. الغياب المقصود للعراق في خطاب بايدن. من المفيد سياسيا أن بايدن لم يتعجل في إعلان موقفه بشأن العراق، لكن من المفيد أيضا لا تقتصر تقارير معاونيه التي ستوضع على طاولة البيت الأبيض على طرف واحد. والحاكم الآن في العراق حول الغياب المقصود للعراق في خطاب بايدن، كتب ماجد السامرائي. النخب الفكرية والثقافية الوطنية وعموم المدنيين من الناشطين في ثورة أكتوبر من خارج سلطة الإسلام السياسي الشيعي والسني، وأغلب هؤلاء لديهم رؤى سياسية معتمدة على قراءات ومتابعات ومعارف ميدانية بكيفية صناعة القرار السياسي الأمريكي. تعتقد هذه النخب ونحن من بينها بأن العراق أصبح منذ احتلال عام 2003 رهينة بيد إيران، وهو ضحية صفقة واشنطن وطهران التي لم تبطل مفاعيلها بل خفت خلال فترة حكم ترامب، وتتجدد حيويتها الآن في عهد بايدن. من هنا يجمع فريق الوعي السياسي العراقي هذا على امتداد الرقعة الجغرافية داخل العراق وخارجه، على ضرورة التعاطي بوعي غير متشنج وبعيدا عن العاطفة مع سياسة بايدن تجاه الملف العراقي التي لم يعلنها في بيانه الرئاسي الأول، لكنه ترك مهمة بلورة مواقف وقرارات سياسية جديدة بشأنها إلى معاونيه الدبلوماسيين وقادة السياسة والخبراء في إدارته، سواء كانوا من بين المتعاطفين في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران أو أولئك الذين سبق لهم أن اشتغلوا بمعيته في العقدين الأخيرين. التصورات السياسية الحكيمة تقول بضرورة عدم التسرع في الحكم على سياسة بايدن استنادا إلى موروث علاقاته السابقة مع السياسيين الشيعة والأكراد خلال العقدين الماضيين، فالمتغيرات الجيوسياسية هي الحكم في القرارات السياسية. في مقاله يتابع ماجد السامرائي: قبل بايدن كان العراق ميدانا لإظهار البطولة في شأن الحرب والتدمير لأغراض الزعامة بالنسبة إلى 3 رؤساء أمريكيين خلال فترة رئاستهم: جورج بوش الأب في حرب تحرير الكويت عام 1991، وابنه بوش في حرب احتلال العراق عام 2003 على فرضية كاذبة، في حين حاول الرئيس كلينتون أنظار أعضاء الكونغرس عن محاكمته بفضيحة مونيكا عام 1998 عبر توجيه ضربات صاروخية مدمرة إلى بغداد دون مبرر سوى حجة احتواء نظام صدام حسين، ثم ليصدر الكونغرس في ذلك العام قانون تحرير العراق لصالح المعارضة التي قادها أحمد الجلبي. الآن إلى مقال منشور في صحيفة القدس العربي. يبدو جليا أن خدمة 20 عاما في المجال السياسي والدبلوماسي لم تسعف بلاسخارت في قراءة الواقع العراقي جيدا، أو يبدو أنها ما زالت تسير وفق سياق سياسة بلادها،
التي دعمت غزو واحتلال العراق عام 2003. لذلك ربما وجدت أن عقليتها السياسية تتلائم مع عقلية ساسة طهران الذين يعلنون صراحة أنهم يسيطرون على بغداد وعواصم عربية أخرى. وهنا وقعت بخطأ سياسي كبير، إنما تغافلت عن إرادة شعب كانت واضحة في هتافة ثوار تشرين، وهو الرفض المطلق للتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، لتذهب إلى من رفضهم شعب العراق وتناقش معهم مستقبل العراق. حول الأمم المتحدة في العراق كتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي: في كل مرة يظهر لنا المجتمع الدولي إصراراً عجيباً على التغاضي عن القضية العراقية، بل يذهب بعيداً في إرضاء أطراف خارجية ويبارك لها حصصها وخرابها وكوارثها في هذا البلد على حساب سيادته واستقلاله ومصالح وإرادة شعبه. واليوم تبرهن لنا جينين بلاسهارت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي مرة أخرى على أن انخراطها في هذا السلوك المعطوب ما هو إلا استمرار لسلوك المجتمع الدولي مع العراق، كما أن نمط عمل بدأته هي منذ توليها هذه المهمة عام 2018 وما زالت حريصة على الاستمرار فيه وإضافة لبنات أخرى عليه. فلو استعرضنا تحركاتها في الساحة العراقية نجدها دائما ما كانت تميل إلى الطغمة الحاكمة، وتحاول في كل مرة تغطية تصريحاتها بعتمة من الضبابية بما لا يثير حفيظتهم. انظروا إليها عندما أرادت إثبات وجودها السياسي على النطاق الشعبي وذهبت لزيارة شباب ثورة تشرين في ساحة التحرير في بغداد. كانت تصريحاتها أثناء لقاءاتها مع الثوار ضمن الحدود التي تشعر بها أنها مقبولة من السلطات، وبذلك أثبتت أن زيارتها إلى ساحات التظاهر كانت أشبه بزيارات سائح لا هم له سوى التقاط صورة في المكان أكثر من حرصه على معرفة حقيقة المكان والزمان. وختم مثنى عبد الله مقاله بقوله: غادرت بلاسهارت الحيادية التي يجب أن تتمتع بها، وعرف العراقيون أن كل من يتسلم هذا الموقع يميل إلى السلطة على حساب الشعب. الآن إلى مقال آخر: تتبدل الحكومات والنهج واحد. مقال للكاتب جاسم الحلفي في موقع شفق نيوز يقول فيه: لم نسمع خلال هذا الأسبوع إلا ما يوجع القلب، وكيف لنا أن نشهد ما يسر والبلد تديره طغمة حكم لا هم لها أو طغمة حكم لا هم لها سوى حفظ مصالحها وإدامتها. نغفو على خبر مؤلم لنستفيق على واقعة أشد إيلاما، وحينما تسرب خبر توجه الحكومة إلى بيع محطتي توليد كهرباء شط البصرة وارميلا العاملتين إلى شركة كار، لم أصدق للوهلة الأولى ما سمعته، رغم ما تعودنا على سماعه من الفضائح والفواجع التي تسببها طغمة الفساد. يبدو أن تغير الحكومات في نظام المحاصصة والفساد لا يعني تغيير أساليب الحكم، فقد أرست الحكومات السابقة قاعدة المحاصصة كنهج لها، وأبت الحكومة الحالية أن تشذ عن ذلك وواصلت الأسلوب ذاته، أسلوب قمع الاحتجاجات السلمية. وكم كان صوتها لاذعا وهي تقمع بقسوة أصحاب الشهادات العليا الأحد الماضي، مؤكدة بذلك ألا شيء تقدمه لهم غير الحرمان من الحق في التعبير السلمي. كذلك يبدو أن هذه الحكومة تناست ما نجم عن قمع تظاهرات أصحاب الشهادات العليا قبيل انتفاضة تشرين، وبالتحديد يوم 25 أيلول عام 2019، حيث تحول قمع تلك التظاهرة إلى مفتتح للقتل الذي برعت فيه حكومة عادل عبد المهدي وسارت عليه حتى أغرقت العراق في دماء 700 شهيد. وإذا نسيت الحكومة تلك الواقعة فإن عليها ألا تنسى تعهداتها بحماية التظاهرات السلمية والاستجابة لمطالب المنتفضين. والقمع لم يردع شبابا ضيع الفاسدون حاضرهم وأعدم المتوحشون مستقبلهم،
وكأن لسان حال الشباب يقول: ليس للعاطلين ما يخسرون، فاحتجاجهم سعي لربح العراق بأسره. وختم الكاتب مقاله بفقرة يقول فيها: ولا بد لنا في النهاية من التنبيه إلى أن أسباب وعوامل انتفاضة تشرين وتجددها في أي لحظة ما زالت قائمة، فالوطن لا يزال منهوبا من قبل المتنفذين، والعدالة غائبة، والقمع هو ما يلاحق الشباب بدلا من توفير فرص العمل لهم. بدأ عشرات الناشطين موجة هجرة جديدة من مناطقهم الأصلية إلى مدن أخرى عقب تهديدات وملاحقات من جماعات مسلحة، وكان نحو 200 ناشط قد غادروا بغداد ومدن الجنوب إلى كردستان في منتصف 2020 عقب سلسلة اغتيالات طالت عددا من المشاركين في حركة الاحتجاجات. تقرير لصحيفة المدى، نستمع إلى جزء منه. كانت مقاطع فيديو أظهر شبابا في آخر القاعة يهتفون ذيل سيد مقتدى ذيل، وعقب انتشار تلك المقاطع قال ناشطون إن منازلهم تعرضت إلى مداهمات في النجف، وتطور الأمر إلى شباب في مدن أخرى حضروا الندوة. وأكد علي النجفي قيام عشرات الناشطين في المدينة بالانتقال إلى محافظات أخرى وترك أماكن عملهم، وتابع قائلا: عمليات الانتقال تجري منذ شباط 2020 حين جرت مجزرة النجف، فيما كان يوسف جبران قد اختطف من قبل جماعات مسلحة في النجف بعد إلقائه قصيدة في المؤتمر الأخير، وأفرج عنه بعد وقت قصير من الاختطاف. منذ حادثة مؤتمر النجف بدأ التحرير ضد الناشطين في الناصرية بسبب موقفهم مما جرى من تهديد للمتظاهرين، وتعرض 3 ناشطين في الناصرية إلى محاولة اغتيال حين قام مسلحون يستقلون دراجات نارية بإطلاق الرصاص على علي عماد وعلي هاشم وشخص ثالث كان برفقتهم. وكانت أكثر من 30 عبوة قد وضعت أمام منازل ناشطين في ذي قار منذ أحداث ساحة الحبوب أواخر العام الماضي، حين حاول مسلحون إجبار المتظاهرين على إنهاء الاحتجاجات. أن الميليشيات صارت أقوى من قبل، خصوصا مع فشل الحكومة في تحرير سجاد العراقي الذي اختطف في الناصرية في أيلول 2020. في تقرير صحيفة المدى جاء أيضا: منذ الجمعة الماضية تعرض 5 ناشطين إلى محاولات اغتيال بالإضافة إلى اختطاف ناشط واحد في عدد من المحافظات، فيما داهم مسلحون يستقلون سيارات نقل صغيرة داهموا بيوت متظاهرين في النجف. الآن إلى فلسطين المحتلة. الانتخابات الفلسطينية التي يتحدثون عنها ستجري وفق الجدول الزمني الذي حددته مراسيم الرئيس محمود عباس، وتخلت الفصائل وخاصة حركة حماس عن شروطها المعلنة بتصويب قرارات مجزرة القضاء، وتم التوافق في لقاء القاهرة على كل ما يزيل الكآبة التي أصابت الحالة الفصائلية بعدما حدث من إدارة ظهر كامل لها، وتوج ببيان عن المصالحة العليا، اقرأ المصلحة الحزبية، هذا ما كتبه صاحب المقال، وفيه يقول: هل ذلك يمثل الطريق لانتخابات مشروعة وشرعية؟ سؤال يطرحه الكاتب حسن عصفور في موقع أمد للإعلام. تهديد الرئيس عباس وإن حدث داخل اجتماع لحركة فتح يفتح الطريق لما يسمى بثقافة القتل التي بشر بها، لتصبح خطرا حقيقيا سواء نفذتها الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرته أم لم تفعل، لكن الخطورة أنها أصبحت جزءا من التعليمات المخزونة والتي قد تجد طريقها إلى المشهد تحت أي ذريعة، أو أن تتسلل قوى ما مشبوهة مرتبطة بسلطات الاحتلال تقوم بعمليات اغتيال أو محاولة اغتيال لشخصيات من قوائم غير التي يرضى عنها الرئيس عباس، وعندها ستدخل في مسار دموي بديلا لمسار ديمقراطي. ما حدث ليس كلاما خاصا يتعلق بفصيل بعينه، لأن الأمر لم يصدر من شخصية هامشية
بل من الشخص المسؤول الأول عن الأمن والقرار الأمني، ولذا يجب ألا يمر ذلك القول دون مراجعة دقيقة والمطالبة بوضع آليات كلا يصبح الرصاص هو الحل، هو الخيار الخاص لفرض مكونات التشريعي القادم. يقول الكاتب الفلسطيني حسن عصفور إن السؤال المركزي الذي لا يزال خارج دائرة النقاش الوطني، ما هي الضمانات الحقيقية لأن تسير الانتخابات التشريعية دون أي مظهر إرهابي أو مطاردة وملاحقة لكل من يحمل رؤية غير رؤية فصائل لقاء القاهرة؟ وكيف لهم ممارسة حقهم في الدعاية والحركة وفتح مقرات دون أي مطاردة أمنية تمثل عائقا موضوعيا لمن اختار سبيل الانتخابات دون رغبة السلطات القائمة؟ روسيا والطريق الوعر إلى الديمقراطية. محمود الوهاب يكتب: يبدو أن الطريق إلى الديمقراطية الذي قررت روسيا أن تسلكه منذ 3 عقود ونصف العقد على يد ميخائيل غورباتشوف غدا اليوم مع صرخات المعارض أليكسي نافالني أكثر طولا وأشد تعقيدا. المزيد فيما نشرته صحيفة العربي الجديد. اليوم ومن خلال عشرات ألوف الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع واعتقل منهم أكثر من 3500 شاب، وكلهم نشأوا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ومن المفترض أنهم ترعرعوا في ظلال الديمقراطية البوتينية. فهل تراه أليكسي نافالني ينجح في قيادة ثورة هؤلاء الشباب ضد بيروقراطية مترسخة تحولت إلى نوع من البيروقراطية النهابة؟ معظم الذين استلموا مراكز قيادية مهمة في روسيا أو في الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي كانوا من الشيوعيين السابقين، وهل يستطيع فعلا مع هذا الجيل الجديد الانقلاب على بوتين الذي أتقن فن التلاعب بمحتوى الديمقراطية والوصول إلى ديمقراطية فعلية لطالما طمح الروس إليها قبل ثورة أكتوبر؟ وتجلى ذلك الطموح فيما كان يورده الأدباء الروس من مفردات فرنسية في أدبهم الواقعي قبل الثورة، تؤكد تطلع المجتمع الروسي إلى حريات المجتمعات الغربية ورقيها. لكن ظروف الحرب العالمية الأولى وخسارة روسيا ثم انسحابها من تلك الحرب، إضافة إلى حالة النزوع الشعبي في أوروبا كلها نحو الاشتراكية أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 الذي تجلى لا في السياسة فحسب بل في الآداب والفنون. محمود الوهاب ختم مقاله بتساؤل يقول فيه: هل يستطيع أليكسي نافالني إسقاط هذا الركام من نفايات البيروقراطية الروسية المتأصلة؟ فإذا كانت الأولى تكونت بفعل الديمقراطية الشعبية وبوهم الحرص على الدولة السوفيتية، فإن هذه التي يرأسها بوتين اليوم هي طغمة لصوصية استغلت سقوط الاتحاد السوفيتي لتنهب ثروات شعبه وتبيعها بأثمان بخسة بحسب ما يقول الكاتب. يتصاعد التوتر في ميانمار مع إعلان الأحكام العرفية خصوصا في عدد من أحياء رانغون العاصمة الاقتصادية وماندلاي ثاني مدن ميانمار في وسط البلاد. وقدس الصحيفة صحيفة القدس نشرت صورا للتظاهرات الشعبية ضد الانقلاب، وحضرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من 5 أشخاص وفرض حظر تجوال من الساعة 8 إلى الساعة 4 بالتوقيت المحلي. ولوح الجيش بالتحرك ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الذين ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة. وأفاد التلفزيون الرسمي أنه ينبغي اتخاذ خطوات ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمر استقرار الدولة بحسب ما جاء في التلفزيون الرسمي. إلى الكاريكاتير.
نهاية صدى الأقلام، دائما في أمان الله.